إسرائيل ودباباتها ومخابراتها وقبتها الحديدية، وفوق هذه كلها قيادتها السياسية تقودها إلى نسخة دموية غير منقحة عن حرب تموز 2006 في لبنان. ولا يستغرب المراقبون لجنة فينوغراد جديدة تحقق في أسباب العمى الذي يصيب أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي فوجئت في ضخامة الترسانة الغزوية وفي نوعية مخزونها الذي تبين أنه يتضمن صواريخ فجر 5 سقطت عينات منها في القدس وتل أبيب. والمفاجأة الكبرى أن هذه الأسلحة بضخامة أحجامها وأعدادها تصل في خيط لم ينقطع من لبنان ومن إيران التي نفت إرسالها صواريخ فجر 5 إلى الفلسطينيين. حتى إن معلومات منشورة مسربة من أوساط حزب الله أكدت أن الحزب والحرس الثوري في لبنان رفعا وتيرة إيصال الأسلحة إلى غزة في اليومين الماضيين. لبنان في هذه الأثناء يسير على حافة 4 براكين: السوري الذي يثور ويهمد، الغزوي المستجد، والداخلي المصر على ربط لبنان بما حوله، وبركان سلفيات ردات الفعل التي أعلن الأسير باسمها حركة مقاومة صيدوية مع وقف التنفيذ. وقد قررت الجامعة العربية إرسال وفد وزاري عربي إلى قطاع غزة، في حين أعلن عن وصول وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس إلى القدس ورام الله اليوم الأحد. من جهة أخرى أشار الرئيس المصري محمد مرسي إلى أن إسرائيل وحماس قد تتوصلان قريبا إلى تهدئة. إذن حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى ارتفاع، وجديدها مقتل طفلين شقيقين وجرح 16 آخرين في غارتين شنهما طيران الإسرائيلي على بيت حنون وبيت لهيا، إضافة إلى مقتل 6 عاملين على الأقل في مكتب قناة القدس الفضائية إثر تعرض المكتب لقصف جوي إسرائيلي فجرا. شريط التطورات السبت في هذا التقرير من القدس لمراسلنا مجد الحلبي. في القاهرة اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول سوريا، ودعوة لإعادة النظر في جميع المبادرات السابقة مع إسرائيل بما فيها مبادرة السلام العربية. تقرير هشام مهران. الشيخ أحمد الأسير علق قرار إنشاء كتائب مقاومة صيدوية إفساحا في المجال لمزيد من المشاورات. وخلال مؤتمر صحفي دعا من لديهم مشكلة مع التدين إلى التعايش معه لأنه سيزداد. في الحياة إلى أنه رغم مخاطر تصاعد التشنج، فإن مناقشات جلسة مجلس الوزراء التي جرت الأربعاء الماضي تؤكد أن التركيز على الحلول الأمنية لا السياسية، وأن قوى الأكثرية تتصرف على أن اغتيال الحسن حدث قد حصل ولا انعكاسات سياسية له، وأن ما يتبعه من حوادث مثل الصدام الدموي بين حزب الله والشيخ الأسير لا علاقة له بهذه الانعكاسات. ذكرت صحيفة النهار إلى أن وزراء جبهة النضال الوطني وقيادات الحزب التقدمي الاشتراكي، وفي المذكرة العناوين الآتية: منع الفتنة، كيفية العودة إلى الحوار، الوسائل المتاحة لوقف مقاطعة المؤسسات والعودة إلى مجلس النواب، إمكان البحث في قيام حكومة إنقاذ وشراكة وطنية، والشروع في إعداد قانون للانتخابات يحظى بقبول مختلف القوى. أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في حديث إلى النهار أن ما أوصل النائب وليد جملاط إلى الاقتناع، لذلك يحتاج الأمر إلى شجاعة وطنية كبرى وإلى مبادرة وطنية بحجم الأزمة التي نعيشها. وأشار أبو فاعور إلى أن الحوار حول حكومة جديدة ترضي كل الجهات يخفف حدة الاحتقان السياسي الداخلي. تحرك لأهالي المفقودين والمخفيين قصرا للمطالبة بكشف مصيرهم. تقرير جوالزة. أطلقت فجرا المدفعية الإسرائيلية النار في اتجاه الأراضي السورية ردا على إطلاق نار استهدف آلية عسكرية إسرائيلية في الجولان ولم يسفر عن أي إصابات. فرنسا الدولة الأولى التي تعين سفيرا للائتلاف السوري المعارض، والجيش الحر يسيطر على مطار عسكري في دير الزور. على الساعة
السيارات المستوردة سيرهق القطاع وسيكبد الخزينة خسائر مالية كبيرة. ومع العريس الشهيد نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة. ننتقل الآن إلى الزميلة جويس عاي. جويس، صباح عمود السحاب تدخل يومها الخامس، إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب وسباق بين مساعي التهدئة والعمليات العسكرية. نتنياهو يؤكد أن إسرائيل مستعدة لتوسيع عملية غزة بشكل كبير. مرسي، مؤشرات إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل. ومسؤول فلسطيني يقول التوصل إلى التهدئة ممكن اليوم أو غدا. وزراء الخارجية العرب يقررون إرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة. وفابيوس يجري محادثات في القدس ورام الله اليوم. الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه الأراضي السورية ردا على استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في الجولان. نقاطي إلى باريس، يدي ممدودة إلى المعارضة، ولكن إلى حين نضوج أي حل مشترك فإن الحكومة مستمرة في إنتاجيتها ومواكبتها للاستقرار. هذه الأخبار وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا.